مطار بيروت الدولي بيستقبل للمرة الأولى مارك حاتم وفرقته لينشروا أجواء عيد الميلاد ويستقبلوا ويودعوا المسافرين على طريقة الفلاش موب. مارك حاتم، أهلا وسهلا فيك عبر موقع الفن. خبرنا اليوم كيف عم تودع المسافرين بمطار بيروت؟ لأول مرة رح يتودعوا المسافرين، رح يكونوا عم بيشوفوا بهجة العيد قبل ما يسافروا. هلأ مزبوط هني رحين يعيدوا بركة مع عيالهم، بس هيدي طريقة بركة كرمال قلن لا في فرح كتير بلبنان، خليكن هون ارجعوا. مارك، خبرنا كيف توصف هالتجربة كأول فنان بيغني بمطار بيروت؟ إن شاء الله هيدي التجربة تنفتح على كتير عالم. هي كانت كتير صعبة نقدر نفوت ونعمل هذا البروجيكت، لأنها صعبة هلأ عم ننبسط فيها. شو الرسالة يلي بدك توصلها من خلال هالكونسرت؟ الرسالة هي الفرح والحب يلي منشوفهم بهالأعياد. مارك، شو بتقول لشباب يلي عم بيهاجروا من لبنان؟ يا ريت اللي رايحين تشوفوه رايحين تشتغلوه موجود هون، ما في لهم شيء تاني. طب انا شو عم تحضر شيء جديد؟ في هلا نيو ميوزك فيديو مع غنية جديدة رح ينزلوا بجانوري هوبفلي، وفي اغاني من بعدهم رح ينزلوا. نحن محضرين البوم بس عم ننزل غنية ورا التانية. مدير اعمال الفنان مارك حاتم زيادة اشقر، خبرنا اليوم مين طلع بفكرة الفلاش موب وشو الرسالة منه؟ مساء الخير. الفكرة طلعت من قبل أنا ومارك، كنا قاعدين سوا حبينا نعمل شيء لأول مرة بعد ما نعمل بلبنان، يلي هو حفلة موسيقية بقلب مطار بيروت جواته كمان، مش أنه بس برا. الهدف ليش؟ لحتى ننشر بهجة العيد والكريسماس يعني بين العالم للمسافرين. بالوقت يلي مارك حاتم عم بيغني، خلينا نشوف الناس لوين مسافرين وكيف رح يقضوا الأعياد. هلأ إن شاء الله مسافرين على جدة وإن شاء الله رجعين من عيد هون الله راد. أنا مسافرة على لندن، رايحة عند أختي عيد معها يعني ومع عائلتها. إسطنبول. كيف رح تقضوا العيد؟ مع ماي مام وإخواتي. تركيا. ليه اخترتوا تقضوا العيد برا؟ حلو برا، بغير جو الواحد عن لبنان، بس ما في غنى عن لبنان. رايحين على لندن نغير شوية جو وإن شاء الله بنرجع منلاقي لبنان هيك جديد بحكومة جديدة، والله يوفق الشيخ سعد الحريري بهالحكومة الجديدة، وهيك شوية أمل للبنانيين إن شاء الله. نحن دايما عنا أمل وحندل عنا أمل إذا الله رد. يلا ينعاد عليكم وميري كريسمس هابي نيو يير. اللي اخترت تعيدي برا؟ لأنه الأولاد عبالهم يغيروا شكل. شو أحلى هدية عبالك تتلقاها؟ ولا شيء، بس بدي ضل مع عائلتي. هي مسافرة على لندن مع عائلتي وفي كل عائلتي هونيك ورفقاتي، وحقضي العيد هونيك وإن شاء الله حننبسط. وإنت وين مقضي العيد؟